قبل ما نتكلم على المباراة المهمة، يمكن كمان مباراة الإسماعيلي أخذ رأي حضرتك فيها استعدادا لمباراة فيتا كلوب، لكن كان في حدث وصفه الكابتن محمود الخطيب بحدث تاريخي، وأن كل من ينتمي للنادي الأهلي يكون فخور بهذا الحدث، هو أهلي الأقصر. شفت حضرتك الافتتاح إزاي، وشفت الفكرة نفسها تواجد النادي الأهلي في قلب الصعيد من خلال مدينة جميلة زي مدينة الأقصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لما يكون في عملاقين، عملاق اسمه النادي الأهلي، أكبر نادي، أنا من وجهة نظري يعني كمتحيز من أكبر الأندية في العالم من حيث البطولات، من حيث الشعبية، من حيث كل حاجة، مع عملاق آخر مولود الاستادات طبعا، شركة وطنية، فعملاقين بيطلعوا، وبعدين دايما النادي الأهلي بيبقى سباق، دايما يبتدي صحيح، ودايما لما بيبتدي الباقي بيحاول إنه يقلده أو يتابعه. فالفكرة العبقرية أنك أنت تروح لأهلنا في الصعيد علشان تعمل الإنجاز ده، والإنجاز ده مش هيقف. أنا في اعتقادي هتبص تلاقي ده في المنيا، دي بداية يا كابتن لسه طبعا. وطبعا الشركة الوطنية بقيادة المهندس سيف الوزير، سيف الوزير، الحقيقة شركة عملاقة جدا، جاي تطور الرياضة في مصر كلها من خلال البنية التحتية والاستادات، وبالتالي انت هتشوف طفرة، لانك انت بينقصك البنية التحتية من حيث الملاعب في الاماكن اللي هي محرومة. وبالتالي الفكرة دي بدايتها لما تبقى مع عملاق زي النادي الاهلي، اعتقد اذا هناك بعض الاندية ممكن انها تسعى للحتة ديت، لكن حتى لو ما فيش اندية سعت، انما الحاجة دي البنية التحتية دي هتتعمل. السبق اللي النادي الاهلي عمله وشفنا قد ايه الروعه، حيث الملاعب حاجه مبهره، حتى الافتتاح بسيط، كلمات رقيقه، كلمات معبره. النادي الاهلي فتح الاشتراكات من فتره، الولاد الصغيرين والشباب والعائلات لما يلاقوا متنفس صحيح ويلعبوا رياضه، وبعدين معظم نجوم النادي الاهلي هتلاقيهم من الصعيد، صح، الاهلي ومنتخب مصر كمان. اهو يا كابتن، انا واحد منهم الحمد لله، انا واحد من اولاد الصعيد يعني. شفت بقى، انا لما كنت ماسك، انت كنت في الفرقه اللي تحت حضرتك، يعني كنت ماسك طبعا جيل اعتقد حسام وابراهيم، بص الفرقه عندي كلها من الصعيد، احمد توفيق، اشرف ممدوح، مش عارف مين، كلهم من الصعيد. ليه؟ لانه الموهبه موجوده يا كابتن هاني سيهان، الموهبه اوعى حد تصدقي ان حد يقول لك ان ما فيش موهبه في مصر. لا يا كابتن، مصر لا. غنيه قوي بالمواهب طبعا، مليانه يعني مليانه مواهب، عايزه بس العين الخبيره اللي تشوفها وتجيبها. فحاجه زي دي هتلاقي في الصعيد، في نادي زي ده النادي الاهلي هناك، لما هيبقى فيه اهتمام. وده اللي بتقوم بيه سهام شركه استادات الوطنيه، بتقوم بالظبط بالدور اللي حضرتك بتتكلم عليه دوت، مش مواهب على مستوى كره القدم، على جميع اللعبات يعني. انا عارف ان في كل محافظه هيبقى في تجديد الاستادات بتاعتها، بنيه اساسيه جديده، بجانب كمان نجوم هيكونوا متواجدين لاكتشاف المواهب ديت، واحنا نروح للناس لبيوتهم، والولاد لما بيكونوا انت عارف موجود زي اهل الاقصر، موجود في الاقصر، يعني فرحه الاهالي ان ابنها بيلعب او متواجد في هذا الفرع. انا بتكلم على مشوار طويل جدا وخطه طويله جدا، حضرتك بتتكلم على شيء مهم، بس المواهب كمان مش في كره القدم، في جميع الالعاب، طبعاً في جميع الالعاب، في كل الالعاب، لان الموهبه موجوده في الباسكت صحيح، في الطايره وفي السباحه وفي الكاراتيه وفي كل الالعاب، وفي الغنى وفي الرسم وفي التمثيل وفي كل حاجه يعني. انا لما تشوف حضرتك لما تشوف حضرتك انه النادي الاهلي النادي الوحيد اللي عنده 22 لعبه، معظم الالعاب باستثناء كره القدم ما فيهاش دخل، ومع ذلك لما جت كورونا النادي الوحيد اللي في العالم لم يخفض عقود اللاعبين والصرف على بقيه الالعاب ولا رواتب الموظفين ولا مليم. برشلونه نزل 50% و70%، ودي الانديه الكبيره قوي، النادي الاهلي الوحيد اللي ما لجاش للحاجه ديت، ودي طبعا ده شغل بقى الناس الكبار والناس اللي بتعرف تشتغل وبتعرف انها تنتج وبتعرف انها بالمناسبه عملنا اختبارات في المحافظات ايام ما كنت ماسك قطاع الناشئين، وشفت قد ايه المواهب الموجوده، وشفت قد ايه الولاد دول محرومين من البنيه التحتيه.
البنية التحتية لو اتعملت في كل الألعاب مش كرة بس، في كل الألعاب هتلاقي شباب طالع في كل الألعاب على مستوى عالي جدا بما فيهم طبعا كرة القدم.